سبع أسئلة عن صراع الدولة العثمانية مع المماليك. هل دولة المماليك كانت ظالمة؟ وهل كان الصراع بينها وبين الدولة العثمانية دائم ومحتدم؟ وهل أنا كنت متحيز لأحد الدولتين؟ وليه ما تكلمتش عن دخول سليم الأول مصر؟ ويا ترى مين أحسن، المماليك ولا العثمانيين؟ أسئلة كتير واستفسارات مهمة جات لي على الفيديو اللي فات، واحتراما وتقديرا لحضراتكم ولكل واحد كتب لي سؤال أو تعليق أو حتى نقد، قلت لازم أعمل الفيديو ده نتكلم فيه عن أهم الأمور اللي لخصتها لكم في سبع أسئلة بس. منها أمور لم يتم توضيحها بالشكل الكافي في الفيديو اللي فات، ومنها أمور حصل فيها لبس وأمور أخرى يجب التأكيد عليها. وقبل ما نبدأ عايزك تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك دايما كل جديد، وانزل دلوقتي بسرعة دمر زر اللايك، وانت راجع العيال عاوزك تجيب ورقتك وقلمك وتركز معايا في اللي جاي. أنا عماد الدين وانت دلوقتي على أرض التاريخ، تاريخستان. انت ما كنتش هيادي عمدة في الفيديو اللي فات، وبصراحة صدمتني فيك، وكنت واقف في صف المماليك يا جدع ضد العثمانيين. واحب اقولك بقى لمعلوماتك، يعني ده لو ما كنتش عارف، ان المماليك اتراك مش مصريين عشان تقف معاهم يا استاذ يا محترم. ده تعليق حقيقي بالمناسبة جالي على الفيديو اللي فات، وعلى الرغم ان في تعليقات كتير قوي جاتلي الا ان التعليق ده استوقفني قوي، خصوصا الحتة بتاعت ان المماليك مش مصريين، لانك لو شايف اني وقفت في صف المماليك لاني مصري فانت جاوبت على نفسك وقلت هم مش مصريين واغلبهم اتراك، وسبحان الله العثمانيين برضو اتراك، والاتنين مسلمين والاتنين حكموا مصر. فانا بصراحة مش عارف ايه اللي في كلامي خليه يحس بالشعور ده، وعشان كده احب اقولك انك اكيد لسه جديد معانا على القناة، لانك لو متابع كويس كنت هتعرف لوحدك اني ابغض القومية فوق ما تتخيل، وبقولها صراحة منعا لاي لبس ممكن يتم فهمه. انا شايف دولة المماليك دولة عظيمة جدا، كانت حامية للعالم الاسلامي وقدرت تتصدى للمغول وتطرد الصليبيين في فترة كانت صعبة قوي. اما الدولة العثمانية فهي اللي قدرت ترجع تاني العزة للمسلمين، بالذات في ظل حدوث انتكاسات كبرى منها سقوط الاندلس بالاضافة لاطماع الممالك الصليبية من البرتغال والاسبان وغيرهم في العالم الاسلامي، او حتى امام الاخطار الداخلية زي خطر الصفويين واضمحلال دولة المماليك في اواخر عهدها. وانا بستغرب جدا بصراحة من اللي بيحاول يقلل من قيمة احد الدولتين. مفيش مشكلة خالص اننا ننتقد ونبين اخطائهم، لان فايدة التاريخ الحقيقية تكمن في الغوص مع الاحداث وفهمها بعمق واستخلاص العبر والدروس المستفادة منها. لكن أسوأ شيء ممكن تعمله وانت بتقرأ التاريخ الإسلامي بالتحديد هو انك تقرأه وانت متشبع بالقومية، ساعتها هتبدأ تتشوش في ذهنك الأحداث وتنظر لها نظرة تانية مختلفة تماما عن نظرة الناس اللي عصروا الأحداث دي فعلا وعاشوها وشاركوا فيها. والكلام ده بقوله لاني لقيت بعض التعليقات على الحلقة اللي فاتت، منها اللي قال اني منحاز للمماليك زي ما وريتك من شوية، وناس تانية قالت العكس تماما اني منحاز للعثمانيين، ودي تعليقات على نفس الحلقة بالمناسبة. بس انا كنت متوقع ان بعض الناس ممكن تظن ده، ولكني اشهد امام الله سبحانه وتعالى واتبرأ من اي فهم خاطئ او انحياز لاي طرف على حساب الاخر، وبقول كده بشكل واضح لسببين. الاول ان اي حد متخصص في التاريخ ما ينفعش يظلم احد الاطراف بسبب انحيازه للطرف الاخر، وبسأل الله دايما انه يقيني شر هذا الامر، لانها في النهاية امانة، ولاننا بنتكلم عن ناس هم مش موجودين معنا دلوقتي. في منهم اللي ناضل وضحى بحياته حرفيا عشان الإسلام والمسلمين، وده طبعا لا يجعله فوق النقد، ولكن لابد أن يقدر وعلى الأقل لا يظلم. أما السبب الثاني إن ما يفرقش معايا هو فلان كان بيحكم مصر ولا الأناضول ولا الأندلس، لأني مش بنظر للتاريخ بالنظرة القومية اللي كلمتكم عنها من شوية، بالعكس أنا بشمئز من القومية العافنة دي اللي ممكن تطغى على رابط الدين اللي هو عندي أهم من أي رابط تاني. وهنا بقى انقسمت التعليقات اللي بتحاول تكتشف أنا منحاز للمماليك ولا للعثمانيين، وبدأ يسأله أسئلة من نوع انت ليه ما تكلمتش عن دخول سليم الأول مصر، ولا انت يعني منحاز للعثمانيين بقى، وحد تاني يقول انت ليه ما تكلمتش عن ظلم المماليك في أواخر عهدهم وتعاونهم مع الصفويين، ولا انت منحاز للمماليك. بالمناسبة يعني بيني وبينك انا في حاجات كتير ما تكلمتش فيها مش دي بس، وده لاني ما كانش ينفع اتكلم في الفيديو اللي فات عن كل تفصيلة في العلاقات بين الدولتين المماليك والعثمانيين، لان تفاصيلها كتير قوي وخصوصا الفترة دي لانها مليئة بالأحداث
اللي ما ينفعش اتغافل عن اي جزئية فيها. وارجع كده وبص بص على مدة الفيديو اللي فات. الفيديو كان حوالي نص ساعة، فما كانش ينفع يبقى جزء من الفيديو اللي فات، وإلا هبقى ظلمت الفترة دي بالذات وما اديتهاش حقها. وانا نوهت في الفيديو اللي فات اكتر من مرة ان في عشرات الاحداث والتفاصيل اللي مش هنقدر نتكلم عنها، واظن واضح اني ما ذكرتش اي تفاصيل او احداث تخص الحرب الشاملة اللي حصلت بين الدولتين ما بين سنة 1516 و 1517. فعلى الرغم انهم سنتين ثلاثة، الا انهم مليانين بالتفاصيل والاحداث الهامة اللي محتاجة زي ما قلتلك مش حلقة واحدة، دي محتاجة حلقات كمان. فاعذرني يعني، انا في النهاية بقدم لك فيديو وقته محدود مهما طال، مش بكتب لك كتاب بهسر التفاصيل براحتي. فانا لم اتغافل عن الفترة او الاحداث دي، ولكني عايز اديها حقها مش اكتر، والتفصيل هيكون في اكتر من فيديو باذن الله زي ما قلتلك، لاننا هنتكلم عن امور كتير مش بس تفاصيل معركة الريدانية ومرج دابق، بل عن اسباب قدوم السلطان سليم الاول مصر اصلا، وايه اللي حصل، وهل كان ممكن يتم تجنب الصدام ده ولا لا، وايه كان وضع المماليك وقتها، وهل استنجد فعلا اهل الشام ومصر بالعثمانيين، ولا الموضوع ده مجرد اشاعة، ولما العثمانيين سيطروا على مصر والشام عملوا ايه. كل دي اسئلة وفي اضعافها هنجاوب عليها بعدين باذن الله. اكتبولي في التعليقات لو عايزين تعرفوا اجابتها. السؤال الثالث، هل تشويه الدولتين في الدراما متعمد؟ واين كان هذا التشويه بالتحديد؟ اي حد شاف مسلسل ممالك النار هيلاحظ بكل بساطة تعمدهم في تشويه الدولة العثمانية بشكل واضح جدا لا يختلف على اتنين، وهو تعمد الحديث فقط عن اي شيء ممكن ان هو يسيء لهذه الدولة حتى لو كان غير صحيح. ويكفيك بس انك تشوف الحلقة الاولى من المسلسل وتشوف اخر فيديوين هنا على القناة بخصوص اول خطأين هتقابلهم في المسلسل ده. الاول بخصوص حقيقة قتل السلطان محمد الفاتح لاخيه الرضيع، اما التاني بخصوص قانون قتل الاخوة. وده بالمناسبة مش بس تم عرضه في المسلسل، ده تم عرضه في الإعلان الترويجي ليه. السلطان محمد بن مراد أمر بقتل أخيه أحمد الذي كان يبلغ من العمر 6 أشهر فقط، خوفا من أن يكبر وينافسه على العرش. السلطان أهم من الإنسان، والعرش لا يقبل القسمة على اثنين. خد بالك، المسلسل اساسا بيتناول جزء من فترة بايزيد الثاني وابنه سليم الاول وتفاصيل الحرب المباشرة بين العثمانيين والمماليك، يعني المسلسل واحداثه من الاساس ملهمش علاقة بمحمد الفاتح. فانت بقى كصانع لهذا المسلسل مش تحط قانون قتل الاخوة حشو كده في نص الحلقات مثلا، لا ده انت تحطه في البرومو بقى. طبعا الاخطاء اللي فيه اكتر من كده بكتير، انا بس مش عايز اطول في الحتة دي دلوقتي، لاني ناوي اعمل فيديو مخصوص ابين فيه اخطاء المسلسل ده، لان في بلاوي حرفيا. ولو عايز تعرفها انت كمان اكتب لي في الكومنتات تحت. ونفس الشيء بالنسبة لمسلسل بربروس اللي اظهر فيه دولة المماليك بشكل سيء جدا ومشين للغاية. Ya sultanınız devlet adamı diye devlet işlerini bilen birini gönderir, ya da biz gelir size devlet nasıl olurmuş öğretiriz. Mısır'a ihtiyacımız mı var? Bizim Bursa'mızın ipeklileri, Ankara'mızın yünlüleri, Manisa'mızın pamukluları bütün Mısır'a değer. مبدئيا كده اي حد بيقول ان فترة خير الدين بربروس واخيه عروج كان في اواخر عهد المماليك واللي كانت فترة ضعف للدولة وانتشار ظلمها، وان المسلسل لم يزور شيء، احب اقولك واضح لسيادتك انك قرأت صفحة ونص بس من كتاب التاريخ وتركت الباقي وسبته. هتقولي ازاي؟ انا اقولك بقى ازاي. ايه هو اوثق مصدر ممكن ناخد منه معلومات عن الاخو بربروس؟ فكر كده لثانية. اكيد مذكرات خير الدين بربروس. بالمناسبة المذكرات دي مش بس مصدر اساسي عن تاريخ الاخوة بربروس، لا دي واحدة من اهم المصادر التاريخية عن البحرية العثمانية نفسها، وكتير من الحوادث المعاصرة ليها كمان، بالاضافة ان ليها اهمية تاريخية كبيرة جدا، واللي كتبها هو خير الدين بربروس نفسه بامر مباشر من السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الاول، يعني كتبها بعد القضاء على دولة المماليك واستقرار الاوضاع للدولة العثمانية. فبالتالي لو كان في اي مشاكل او صراعات بين الاخوة بربروس وبين المماليك زي ما المسلسل عرض لنا، اكيد هيتم ذكرها بكل اريحية في المذكرات دي. ده بالعكس، لو كان خير الدين بربروس شخص بقى من اللي بيتملقوا الحكام، هيقعد يزم في دولة المماليك براحته، لان السلطان العثماني بنفسه هو اللي هيقرأ المذكرات دي. المسلسل بقى عرض ان عروج رفض يبقى احد رجال المماليك،
بل انه كان في صدام شبه دائم مع المماليك. ولكن المفاجأة يا صديقي العزيز ان خير الدين بربروس نفسه اللي هو اخو عروج قال في مذكراته في اكتر من موضع ما يبين ان العلاقات كانت مش بس جيدة بل ممتازة بين اخو عروج وسلطان المماليك قنصوة الغوري. انا عايز اقولك انها كانت ممتازة لدرجة ان سلطان المماليك استدعى عروج وعينه قائد اسطول المماليك اللي قرر اعداده عشان يتوجه لسواحل الهند. والكلام ده كان بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، وده عكس اللي شفناه في المسلسل تماما. ايه رأي سيادتك بقى؟ اصدق كلامك ولا اصدق المسلسل ولا اصدق صاحب الاحداث نفسها واللي كتبها في مذكراته؟ وبرضه مش هو ده الخطأ الوحيد ولا حتى اهم خطأ، انا بس عرضت لك الخطأ اللي له علاقة بموضوعنا عشان ما نتفرعش. وانا حاليا بجهز حلقة تانية عن الاخطاء التاريخية في المسلسل هيتم نشرها كمان كام يوم باذن الله. وعشان تبقى فاهم، انا مشكلتي مش مع مسلسل بربروس ولا ممالك النار ولا حتى مع الدراما بشكل عام اذا تناولت اخطاء او اخفاقات لدولة او شخصية تاريخية معينة. بالعكس، انا شايف ان ده شيء جيد جدا لو هيتعرض عشان نستفيد من هذه الاخطاء ونتعلم منها. انما اللي تم عرضه كان غرضه الوحيد هو تشويه الدولة العثمانية في ممالك النار ودولة المماليك في بربروس، وتعمدوا التشويه بعرض تفاصيل واحداث مش بس غير صحيحة، لا دي كمان تخالف ما تم ذكره في المصادر التاريخية نفسها، وده بالنسبة للدراما وصناعها. وانا وانت عارفين كويس هما بيعملوا كده ليه. اللي مش قادر افهمه بقى هما الناس اللي كانوا معترضين على مسلسل ممالك النار من كام سنة لانه بيشوه تاريخ الدولة العثمانية، وعندهم حق في كده على فكرة، وانا متفق معاهم تماما في ده. وقلت لك كده من شوية، ازاي بقى هم نفس الناس اللي بيدافعوا النهاردة عن مسلسل بربروس وبيبرروا كمان تشويه المسلسل لدولة المماليك وبيقولوا ده مجرد رد فعل على ممالك النار مش اكتر؟ يا راجل، هو كان قبل كده التاريخ خط احمر وما ينفعش نشوهه، ودلوقتي عادي يتم استخدامه ومفيش مشكلة، وبقينا كمان بنبرر له؟ بجد مش قادر افهم الناس دي هيستفيدوا ايه او ايه منطقهم حتى. ولكن ما علينا. السؤال الرابع، هل كان الصراع دائم بين الدولتين؟ الصراع ما كانش دائم ولا مستمر على طول الخط، بل كان بيتنوع بين الهدوء والسلام وبين التوتر والصراع على حسب تصرفات حكام الدولتين. ولو عايز تتعرف على نماذج للحالتين سواء الهدوء او التوتر تقدر تشوف الفيديو اللي فات، هتلاقيني عرضت لك اكتر من نموذج لكل حالة. ولكن العلاقات بشكل عام كان يغلب عليها في افضل حالتها انها كانت ودية وهادية بدون اي تحالف تقدر تقول عليه او تصنفه ان هو تحالف عسكري كبير وضخم ممكن يذكر بين الدولتين ضد الاعداء المشتركين، ما عدا حوادث بسيطة جدا كان واحد منها اللي أرسله لي بعض الأصدقاء عن الحلف الثلاثي اللي تم بين السلطان برقوق سلطان المماليك في الوقت ده والسلطان بايزيد الأول سلطان العثمانيين في نفس الفترة وسلطان القفجاق تقطمش خان حوالي سنة 1393. لو أخدت الكلام لغاية هنا هتحس إن الدنيا وردي وتمام التمام، لكن تعال نشوف كده ونبص مع بعض في نفس الكتاب اللي تمت الإشارة ليه وهو منهل الظمآن لإنصاف دولة آل عثمان من صفحة 53 لصفحة 60. هنلاقي فيه ان الكاتب بيذكر ان الثلاث اشخاص المذكورين دول اللي هم سلطان المماليك والسلطان العثماني وسلطان القفجاق، الثلاثة قالوا انهم مستعدين يتحدوا مع بعض امام تيمور لانك، ودي بادرة طبعا طيبة جدا. طيب هل بقى الثلاثة اتحدوا فعلا بجيوشهم ودخلوا مع تيمور لانك في معركة ما؟ عايز اقولك ان الكلام ده ما حصلش، بل اللي حصل اسوأ مما تتصور. تيمور لانك اول حاجة عملها ان هو دمر تقطمش خان وقتله سنة 1396، وبعدها بحوالي 3 سنين السلطان برقوق مات وشعت الفوضى شوية في دولة المماليك. واثناء الفترة دي اجتاح تيمور لانك اجزاء من الشام وعلى رأسها دمشق وحلب، وبعدها توجه للاراضي العثمانية وتوغل لدرجة انه انتصر على السلطان بايزيد الاول واثره كمان في معركة انقرة سنة 1402، وتوفي وهو في الاسر بعدها بشهور بسيطة. يعني انت بتتكلم عن تعاون شبه صوري لم يتم تطبيقه على ارض الواقع، ولم تتحد الجيوش الثلاثة للتصدي لخطر تيمور لانك بشكل فعلي فعمل عسكري ضخم زي ما قلت لك، بل العكس هو اللي حصل، وتيمور لانك استفرد بكل واحد فيهم على حدة. ولو كان حصل تعاون فعلي ولو بنسبة 1% فهو كان ما بين المماليك والقفجاق مش العثمانيين خالص، لان اللي ساعد سلطان القفجاق هو السلطان برقوق سلطان المماليك، وده المذكور في نفس الكتاب صفحة 55، ومفيش اي ذكر لدور فعلي للعثمانيين في قصة التعاون ده خالص، يبقى ما ينفعش نذكره على اعتبار انه كان تعاون حقيقي وفعلي، ولكن كان بادرة
طيبة، وبقول إنها كانت مجرد بادرة لأنهم ولا تعاونوا فعليا ولا تصدوا لهجمات تيمور لانك ولا حتى اتفقوا على خطة معينة لحملة عسكرية ضخمة منظمة. خد بالك أنا بتكلم عن تعاون عسكري حقيقي وكبير، مش مجرد اتفاقات شفهية ولم يتم تطبيقها أو كانت تقضية واجب. ولكن دي ما كانتش المحاولة الوحيدة للتعاون، بل كان في محاولة تانية أكتر جدية، ودي كانت أثناء صدام المماليك مع البرتغاليين بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، خصوصا في معركة ديو البحرية وما بعدها. وقتها تحطم الأسطول المصري سنة 1509 في موقعة ديو البحرية، فسعى سلطان المماليك قنصوة الغوري يطلب الأخشاب من السلطان العثماني بايزيد الثاني عشان يبني أسطول قوي يحطم به الحصار البرتغالي، خصوصا إن الشاه إسماعيل الصفوي كان تحالف مع البرتغاليين، والبنادقة اللي كانوا متحالفين مع المماليك لم يلبوا طلب الغوري في بناء أسطول جديد، فما كانش أمامه إلا السلطان بايزيد الثاني اللي بالفعل لبى طلبه وأرسل له 30 سفينة و300 مدفع، لكن فرسان القديس يوحنا استولوا عليها وهي في طريقها لمصر. وبكده أنا عرضت لك نموذجين مختلفين عن بعض وفي فترات بعيدة نسبيا، بالإضافة للي قلته لك الحلقة اللي فاتت عن أشكال التقارب بين الدولتين، وده بيؤكد على حاجتين. الأولى إن فكرة التعاون بشكل عام كانت قائمة، وده قلته لك الحلقة اللي فاتت وبأكد لك عليه الحلقة دي. أما الحاجة التانية إن التعاون للأسف ما كانش فعال ولا مؤثر بالقدر المطلوب، وده هتعرفه لما تمسك كل أشكال التعاون اللي تم الإعلان عنها وتدرس تفاصيله وتقيس مدى تأثيره ونتائجه زي ما عملنا النهاردة. وفي أحداث تانية كتير بالإضافة للي ذكرته لك، ولكن نكتفي بهذا القدر. السؤال الخامس، هل الدولة العثمانية لم تنقذ الأندلس؟ الدولة العثمانية كانت ليها جهود مباركة في إنقاذ عدد كبير من مسلمي الأندلس على إيد الإخوة بربروس وكتير من البحارة العثمانيين، ولكن أنا كان كلامي في الفيديو اللي فات مش عن النقطة دي خالص. أنا ما تكلمتش عن العثمانيين لوحدهم ولا عن المماليك لوحدهم، ولكن كلامي كان عن الدولتين، الدولتين مع بعض، دولة المماليك والدولة العثمانية. الاتنين كانوا مشغولين وقتها بالصراع مع بعض، ولو كانوا اتحدوا كانوا بالتأكيد هيقدروا يحافظوا على الأندلس أو على الأقل يأخروا سقوطها. وأنا هنا ولا رميت ولا أقدر أرمي العبء على العثمانيين لوحدهم ولا على المماليك لوحدهم، لأن حاجة زي دي المفروض بديهيا واجب على كل المسلمين، عثمانيين بقى مماليك حفصيين مش هتفرق. وأرجوك بلاش تبص للموضوع زي ما كتير مننا بيبص دلوقتي لقضية فلسطين، كل دولة بترمي الحمل على غيرها وكل واحد بيطلع بحجة شكل عشان يخرج نفسه من المسؤولية أمام اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين. فإذا كانت الدولة العثمانية بعيدة جغرافيا عن الأندلس، فدولة المماليك هي كمان بعيدة جغرافيا عن الأندلس، لأن دولة المماليك كانت واخدة جزء بس من ليبيا وما كانتش ممتدة للأندلس ولا حاجة، وباقي الساحل لغاية الأندلس لا يتبع دولة المماليك أصلا. عشان كده بقولك لو كانت دولتين اتحدوا مع بعض لهذا الأمر كان الموضوع اختلف جدا، لأنهم كانوا أكبر وأهم دولتين تقريبا في العالم الإسلامي في الوقت ده. فأرجوك ما تحاولش ترمي العبء على أحد الدولتين وتسيب التانية، لأن الموضوع كان صعب على العثمانيين لوحدهم وصعب برضو على المماليك لوحدهم اللي كانوا أصلا بيعانوا في آخر أيامهم، بالذات أثناء صراعهم مع البرتغاليين اللي دمروا أسطولهم ودمروا اقتصادهم كمان. السؤال السادس، هل دولة المماليك كانت ظالمة في نهاية عهدها؟ عايز اقولك ان السؤال ده تم سؤاله اكتر من مرة عشان يودينا لنفس الفترة اللي انا قلتلك دي فيها تفاصيل كتير وما ينفعش يتم تناولها بشكل مجتزأ، ولكني هرد على السؤال ده بإجابة موجزة، والتفصيل هيجي في وقته بإذن الله في فيديو لوحده، وهجاوب لان في حد سألني وقال لي انا محتار ومش قادر اجمع بين الكلام اللي انا قلته في الفيديو اللي فات بخصوص المماليك وبين فيديو سابق قبل كده اتكلمت فيه عن ظلمهم، ولكن بلاش انا اجاوبك على السؤال ده، خلي مؤرخ معاصر للفترة دي عايش في مصر ومن المماليك نفسهم هو اللي يجاوبك، وهو بيحكي عن أحداث سنة 1515 يعني قبل معركة الريدانية بحوالي سنة واحدة بس، وقال وحصل في ذلك اليوم بين السلطان والأمراء كلام يابس وخاشنوه في الكلام وقالوا له يا مولانا السلطان غالب البلاد الحلبية خرجت من أيدينا وصارت بيد ابن عثمان وخطب له فيها باسمه وضربت له السكة والسلطان يده في الماء البارد. ركز بقى على الكلام اللي جاي لان هو ده المهم. بيكمل مؤرخنا وبيقول وفسدت احوال المملكة وغالب الرعية بحلب وغيرها من ظلم النواب وجورهم يميلون الى ابن عثمان لاجل عدله في الرعية وهذه الاحوال غير صالحة. الكلام ده اللي قاله هو المؤرخ محمد بن اياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور الجزء الرابع صفحة 463، وده يعتبر كده اجابة مختصرة جدا عشان تبين ان زي ما قلت لك قبل كده من سنة ونص
تقريبا، ان دورة المماليك في اخر عهدها الناس كانت بتعاني من ظلمهم، وباكد لك على نفس المعلومة فانا كلامي ما اتغيرش، لان الاحداث اللي حصلت في الماضي ودونت في كتب التاريخ ما بتتغيرش، ولكني بوضح دلوقتي علشان خاطر ما تحترش كتير. في موقفي من المماليك او غيرهم، كل دولة سواء كانت المماليك او الدولة العثمانية او الايوبية وغيرها ليها اخفاقات وليها انجازات ونجاحات، فانت ممكن تلاقيني بتكلم في فيديو من الفيديوهات اللي بتناول فيه اخفاقات هذه الدولة، فممكن تظن اني في المجمل شايفها سيئة، وبعدين تلاقيني بتكلم في فيديو تاني عن بعض انجازاتها فتحس ان انا غيرت رأيي، ولكن الحقيقة هي ولا كده ولا كده، ولكني بحاول بقدر الامكان ادي كل شيء ما يستحقه. لو كان في شيء سيء هبينهولك، ولو كان في شيء جيد هبينهولك، حتى لو انا كنت من شوية بكلمك عن بعض سيئاتها، وهو ده الطبيعي في تناولنا لتاريخ اي دولة. انما لما نيجي نقيم الدولة بشكل عام من بدايتها لنهايتها، الوضع ممكن هنا يكون مختلف. فانت ممكن النهاردة تلاقيني بتكلم عن الدولة العثمانية كويس، ممكن بكرة اتكلم عنها وحش، بس هل انا اتكلمت عنها كويس النهاردة في المجمل من بدايتها لنهايتها، ولا انا بتكلم عن احداث معينة هي كانت فعلا كويسة فيها؟ طب وبكرة لو اتكلمت عنها بشكل سيء، هل انا بتكلم برضو عنها بشكل سيء في المطلق وفي المجمل من بدايتها لنهايتها، ولا انا بتكلم عن فترة معينة واحداث محددة؟ عشان كده بقولك مفيش تعارض ما بين الاتنين، لان الاحداث دي غير الاحداث دي. الاحداث اللي انا كلمتك عنها من سنة ونص كانت في اواخر فترة المماليك ومتعلقة بعلاقة المماليك بالرعية، انما الفيديو اللي فات انا كنت بكلمك فيه عن علاقة العثمانيين بالمماليك، مش علاقة الرعية بالمماليك. ولكن الجزئية الوحيدة اللي انا كلمتك فيها عن وضع الرعية كانت المتعلقة بوضع الرعية من الصراع ده، فانا كلمتك عن جزئية محددة جدا ودقيقة قوي، ما كلمتكش عن وضعهم بشكل عام. فمهم جدا انك انت تكون فاهم هو الكلام اللي بيتقال ده عن اي مرحلة واي جانب من الجوانب. السؤال السابع والاخير، طب من الاخر بقى، انا عايز اعرف مين كان على حق، المماليك ولا العثمانيين؟ مين فيهم كان كويس ومين وحش؟ للأسف مش عارف اجاوبك لان السؤال نفسه غلط. مفيش حاجة اسمها مين كان على حق ومين على باطل، مين صح ومين غلط في المطلق كده. احنا بنتكلم على دول عاشت قرون، مش 10 أو 20 سنة. انما لو قلتلي في الموقف الفلاني اللي حصل سنة كذا وكان طرفي الصراع فيه فلان وفلان، مين فيهم كان على حق؟ ساعتها يبقى السؤال منطقي شوية ونقدر نجاوب عليه. انما في المطلق كده انا ما اقدرش اجاوبك ولا اي حد يقدر يجاوبك، وإلا هتبقى اجابة مبالغ فيها قوي وظالمة ومجحفة لاحد الطرفين. وانا بشكل عام شايف ان الموضوع كان رايح جاي بين المماليك والعثمانيين، وما كانش في اتجاه واحد من احد الطرفين. والخلاصة يا صديقي العزيز، واهم نقطة اكدت وباكد وهاكد عليها، لا تنظر للتاريخ بنظرة قومية، سواء كنت مصري بقى او جزائري او سعودي، ايا كانت جنسيتك ومكانك. اقرا التاريخ عشان يمدك بدفعة معنوية، بشعورك بالفخر من الانتماء لهذه الامة العظيمة، امة محمد صلى الله عليه وسلم، وتاريخها العريق وابطالها العظام، او حتى بالاستفادة من اخفاقات الماضي ونجاحاته عشان ما تكررهاش في المستقبل، وتبقى فاهم على الاقل الواقع من حواليك اللي هو في الاساس امتداد للماضي ده. ومعادنا دلوقتي مع سؤال الحلقة من قلب الحلقة، ايه اكتر سؤال او موضوع تم طرحه في الحلقة دي لفت نظرك وشد انتباهك؟ منتظر اجاباتكم في التعليقات، وهختار بعض التعليقات وعرضها الحلقة الجاية بإذن الله. وتعليقات الحلقة اللي فاتت هي التعليقات اللي ظهر أمامكم على الشاشة دلوقتي، ولو عايز تعليقك يظهر معنا الحلقة الجاية فأنا منتظرك في التعليقات تحت. وفي النهاية لو كنت من عشاق التاريخ هكون سعيد جدا باشتراكك في القناة، وكنت من السادة الأعضاء دعمنا بلايك وفعل الجرس ودايما معانا في كل جديد. وتقدر دلوقتي تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح وتكون كمان راعي لحلقاتنا من خلال انتساب للقناة والطرق المثبتة في أول تعليق. ما تنساش تبص بص على المصادر، وأشوفكم الحلقة الجاية على أرض التاريخ، تاريخ ستان. سلام عليكم.